أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة أخبار الفن والمشاهير. في هذا الفيديو شاهد الظهور الأول لابن الفنان الكويتي عبد الله أبو شهري، وهذا اسمه، وأيضا ابنته داليا في آخر ظهور لها. رزق الفنان عبد الله أبو شهري بمولود جديد، ونشر في حسابه الشخصي على تطبيق انستغرام صورة للمولود الجديد الذي أسماه محمد علي، خطفت قلوب متابعيه. وعلق الفنان عبد الله أبو شهري على الصورة التي نشرها لطفله وكتب: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. والحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة، الحمد لله على سلامة غاليتي زوجتي، وعلى ما رزقني من صحة ورضا وذرية. وأضاف الفنان عبد الله أبو شهري: لقد رزقني الله اليوم مولودا ذكرا أسميته محمد علي، اللهم أنبته نباتا حسنا واجعله أخا صالحا لأخته وقرة عينا لي ولوالدته. وكان الفنان عبد الله أبو شهري فاجأ متابعيه بفيديو مؤثر ظهر فيه وهو يتبادل البكاء مع ابنته التي سافرت مع والدتها إلى أمريكا. وتضمن مقطع الفيديو تأثر الفنان عبد الله أبو شهري بسبب فراق ابنته، وظل كل منهما محتضن الآخر. ثم ظهر الفنان الكويتي وهو يتحدث عن شعوره ومدى اشتياقه لابنته وزوجته في فيديو خطف القلوب. وقال الفنان عبد الله أبو شهري في الفيديو: المهم أن أصور لكم خلف الكواليس، داليا تبكي وأنا أبكي، أدري أن قلبي رقيق بس مش لهالدرجة، بس كما يقولون الضنا غالي، ما تحس هذا الشعور إلا لما يكون عندك ضنا. اختنقت من البيت أول مرة لما بيكون عندي تصوير أرجع البيت بس علشان أشوفها. وهم موجودين معي في كل ركن وكل زاوية في البيت، كل زاوية بشوفهم، الله يسهل دربهم ويوصلوا بالسلام يا رب. وتزوج الفنان عبد الله أبو شهري منذ 5 أعوام من فتاة من خارج الوسط الفني، وابقاها بعيدة عن الإعلام، إلا أنه شارك جمهوره بأجمل لحظات حياته. واعترف الفنان عبد الله أبو شهري أنه قد تزوج منذ 5 سنوات فقط، لكن قصة حبه مع زوجته عمرها 16 عاما، لأنه ظل يحبها منذ الصغر، إلا أنه جمعهما الله معا بالزواج. وقام الفنان عبد الله أبو شهري بمشاركة محبيه ومعجبيه عيد ميلاد ابنته داليا التي أصبح عمرها 3 سنوات، وقدم في الاحتفال بعيد ميلاد ابنته رسالة لها أثرت كثيرا في العديد من المحبين له. وبدأ الفنان عبد الله أبو شهري مشواره الفني بالصدفة عندما اصطحبه شقيقه محمود أبو شهري إلى الكاتبة فجر السعيد، والتي منحته دورا صغير في مسلسل دنيا القوي. إلا أن نجمه بدأ يبزغ كممثل واعد، حيث شارك في عام 2007 في مسلسل عرس الدم للمخرج محمد دحام الشمري، وشاركته البطولة الممثلة ميساء مغربي. وقدم خلال هذا العام مسرحيتي أطفال، الأولى في عيد الفطر بعنوان الشجعان الأربعة، والثانية في عيد الأضحى تحت عنوان ناصر ونصور بمشاركة الممثل ناصر البلوشي. وفي عام 2008 شارك الفنان عبد الله أبو شهري في مسلسل كوميدي من إنتاج فرقة المرح الكويتي،
بعنوان عائلتي ولم يحقق النجاح المطلوب، وبعد ذلك شارك في الدراما التراجيدية عيون الحب. وكان آخر أعمال الفنان عبدالله أبو شهري هو مسلسل شغف، والذي قدم فيه دور فيصل. ولم يقف مشوار عبدالله أبو شهري الفني عند مجرد الأعمال الفنية والمسرحية والتلفزيونية، وإنما خاض تجربة تقديم البرامج أيضا، حيث قدم برنامج حمل اسم فورزا عرض على قناتي العدالة والوطنية، وشاركه بتقديمه محمود بوشهري وهي عبد السلام. وقد ولد الفنان عبدالله بوشهري في إيران في 27 من يناير من عام 85 لوالد إيراني وأم إيرانية ويحمل الجنسية الإيرانية. ولكن الفنان عبدالله بوشهري مقيم في الكويت، وأصبح يشار إليه على أنه ممثل كويتي بدلا من ممثل إيراني. وقدم خلال فترة من الفترات ثنائي فني مع الممثلة هيا عبد السلام خلال العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية. ولكن أشهر ظهور للثنائي خلال مسلسل ساهر الليل بمواسمه الثلاث، حيث حققا النجاح والإشادة من الجمهور خلال تلك الشخصيات الرومانسية. كما شارك الفنان عبدالله بوشهري فيديو كليب للمغني عبدالله الرويشد مع الفنان جاسم النبهان. وفي نهاية الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.